عندما تجرأ نظام الدوحة أكثر من مرة على ضرب استقرار المنطقة والعبث بأمنها، لم يأبه للضرر الذي سيلحق به قبل أن يلحق بالمنطقة بأسرها، فعمد إلى سلك أكثر الطرق وعورة لتنفيذ أجنداته التخريبية، وكان آخرها دعواته الخبيثة لتدويل الحرمين الشريفين. الملاحظ في تلك السياسات الطائشة هو أن نظام الدوحة ماض في تنفيذ خطته التخريبية حتى لو عانى ذلك التحالف مع أعداء الإسلام والمسلمين. لا يأبه النظام في قطر أي وجهة أكثر تطرفا يسلكها للوصول لأهدافه التخريبية، نظرا لتاريخه الطويل في التآمر والتلاعب بأمن المنطقة، سعيا للفوز بسوق السياسة من خلال إرضائه لرأس الإرهاب في المنطقة والعالم إيران ونظام الاحتلال الإسرائيلي. فهذان الكيانان يتفقان بكل المقاييس على أن أي محاولة للضغط أو النيل من المملكة العربية السعودية هو إنجاز لهما، وأن النظام القطري ما دام يحقق لهما أهدافهما في تصعيد الأزمة والتعرض لأمن واستقرار المنطقة سيبقى هو الطفل المدلل الذي يلقى الدعم والتأييد. ولا عجب على نظام الدوحة الإرهابي أن يطالب بتدويل الحرمين الشريفين، لأنه لا ينظر للأمر من ناحية القدسية الدينية والأحقية التاريخية للمملكة في إدارة شؤونها، إنما يتعامل مع هذا المطلب وكأنه ورقة سياسية فرض عليه اللعب بها لتسديد فاتورة دينه لنظام الولي الفقيه الذي أمر المسؤولين القطريين في وقت سابق أن يسددوا الدين لنظام إيران نظيرا ما قدمه لهم من تسهيلات بعد اتخاذ الإجراءات السيادية من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. وللتاريخ وقفات أخرى معيبة ومهينة لا يستطيع أن ينكرها نظام الدوحة، وهي ارتماؤه بأحضان إسرائيل وتطبيعه للعلاقات معها سياسيا واقتصاديا وأمنيا. وقد وصف آلان درشويتس القيادي اليهودي الأمريكي قطر بعد زيارته للدوحة بأنها مثل إسرائيل تصارعان من أجل البقاء. أولا علاقتها مع إسرائيل سعات إلى وجدنا الضغط السعودي زاد على الأمريكان، هم يخففون الضغط علينا الإسرائيلي بسبب علاقتنا معهم. المنطقة مقبلة على بركان، السعودية مقبلة على ثورة شئنا أم أبينا. انتوا هم الأمريكان عندهم استراتيجية تهدى العراق خلال سنتين، هم يفكرون أن السعودية لازم تتقسم. وين الوهابيين المتشددين في وسط المملكة في نجد؟ ما فيها بترول إلا 400,000 برميل. الحجاز عندهم مكة والمدينة بير بترول. الشرقية عندهم كل الثروات النفطية. اللي كان في مجلس الأمن القومي موجود اللي قالوا طردوه كذا. هذا الشخص يقول لازم فصل هذيل وخلي المتدينين ما عندهم يأكلوا، خلي عندهم 400,000 برميل. قطر وإيران وإسرائيل ثلاثة أطراف يجمعها هدف واحد، وهو ضرب استقرار المنطقة العربية وخصوصا عمقها العربي والاستراتيجي المملكة العربية السعودية، باستخدام أبشع الوسائل المستفزة لمشاعر المسلمين في مختلف أصقاع الأرض، وانتهاج أكثر السياسات إرهابا وانتهاكا للمواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية.